نسأل عنه كمؤسسات معارضة كسوريين بشكل عام يعني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، يعني أعتقد أن الزلزال أعاد الملف السوري إلى طاولة الدول، إلى طاولة المجتمع الدولي. كيف يمكن للسوريين ولمؤسسات المعارضة إعادة تفعيل الملف السوري، الحصول على حقوقهم من المجتمع الدولي ومن أنا بداية يعني أنا أريد أن أتحدث الآن عن فكرة الشعب السوري، باعتبار أن الشعب السوري أصبح لديه قدرة على الحياة. يجب أن تكون الاستجابة للزلزال ليست استجابة طارئة تتمثل في إرسال من مجموعة من الخيام. الآن لدينا 1500 مخيم أحمد، ولكن المخيمات تعكس بشكل أو بآخر خارج الصورة الحزينة التي تقدمها، تعكس إمعانا من قبل كثيرين من قبل قوى أمر واقع لاستمرار شعوب الخيام. أصعب ما يواجه الإنسان الحر أن يوضع في خيمة، لأن ذلك سوف يؤثر على طريقة تعامله مع الحياة وعلى تفكيره. الآن أنا تقديري أن لدينا فرصة لأن تكون الاستجابة هي استجابة بالتنمية. مثلا على سبيل المثال أن لا نكتفي بإرسال خيام، لأن الخيام موجودة وحاضرة بشكل أو بآخر. مهمتنا كسوريين هو إخراج الناس الموجودين في المخيمات من الخيام، وليس مضاعفة عدد الخيام ومضاعفة عدد المخيمات. أنا أدعو من الكرامة لهذا. أنا بالضبط، لأن عدا عن المخيمات تنشأ فيها الأمراض الاجتماعية وظواهر التسول وقضايا المخدرات وما شابه ذلك. الآن هناك بعض محاولات لفرض استجابة كالاستجابة التي حصلت للأزمة الإنسانية سابقة من خلال أنا أقول هي يعني تبرير ذاتي أكثر ما هي استجابة مستدامة ممنهجة من خلال توزيع. إما الشمال السوري لا ينقص الطعام، الشمال السوري موجود فيه الطعام، الشمال السوري لا ينقص عدد خيام، الشمال السوري ينقص بشكل أو بآخر استثمار في إعادة الإعمار بشكل كبير، تجهيز مؤسسات لتخدم الناس والاستثمار في البنية التحتية. أحمد، نحن شاهدنا جميعا أن القوافل التي تدخل قد لا تجد طرق لإيصالها إلى الداخل بسبب أن طرقات بنية تحتية شبه مدمرة بشكل أو بآخر. أنت عملية الاتصال وبالتالي عملية ضمان تواصل الشعب السوري مع ذاته يرتبط بشكل أو بآخر بتأمن أدوات الربط، وبالتالي الآن تطرح جميع المبادرات كثيرة لإعادة إعمار البيوت، لإعادة نقل الناس من المخيمات إلى بيوت أكثر استجابة وأكثر صحية. يعني هي مهمة من ستكون هذه في المرحلة؟ هي مهمة مشتركة، هي تبدأ بشكل عام. أنا لا أريد فقط أن أستعير العبارة الكلاسيكية بأن على الائتلاف وعلى الحكومة المؤقتة. إذا لم يرغبوا بأن يقوموا بدور فهذا بشأنهم، لكن أنا أوجه كلامي للمبادرات الاجتماعية ولكل العناوين التي ظهرت في أزمة الزلزال كعناوين جامعة للسوريين، بأن الآن لدينا فرصة حقيقية لإنشاء صناديق للتنمية. الشمال السوري لا يحتاج الكثير من المبالغ بحكم هناك يعني مبالغ قليلة يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً، ويجب أن يستغلوا دائماً رغبة الشعب السوري والإنسان السوري نحو الحياة وخصائص الفرد السوري التي هي فصاح. هو إنسان يعمل بطبعه، هو إنسان غير اتكالي، هو إنسان يحب أن يعيش بكرامة، يحب أن يحيا حرا مستقلا بذاته. والإنسان السوري تحرر، ما ينقصه هو فقط المساعدة ليجسد يعني هل تعتقد أن هذه المبادرات يمكن أن تصنع فارق في الشمال السوري؟ أنا أعتقد أن دائما هناك في اللحظات الفارقة بالتاريخية التي تصنع المبادرات، والمبادرات هي تصنع العناوين. ربما قبل يعني نحن وجدنا الكثير من العناوين التي أجمع عليها السوريون خلال مرحلة الزلزال هي غير مطروقة على أسماعهم في السنوات الماضية، وهذه تمثل جيل جديد، جيل لم يدخل في متاهات وتناحرات المعارضة السياسية وصراعها على السلطة، لم يدخل بحالة الاستقطاب العسكري والاقتتال الفصائلي الذي كان موجود. هو جيل هو خارج كل هذه الأطر، هو جيل يحاول بشكل أو بآخر أن يأخذ المبادرة هذه المرة ليبني، ليحاول التجاوز بشكل أو بآخر على كل
على كل الصعاب. أيضا هنا بوجود هذه المبادرات والمطالب الآن إنه رفع الصوت عاليا بأن هذه إنه الشعب السوري تخلى عنه خلال أزمة إنسانية كبيرة جدا. الآن يجب على الدول إعادة التفكير حقيقة بطريقة استجابتها، ليس فقط يعني ليس فقط بالطريقة الكلاسيكية. يعني الأمم المتحدة الآن لديها مقاربة، يجب أن يكون لديها مقاربة جديدة لا للاستجابة تقدم خيما وطعاما، بقدر ما أن الآن الفكرة، نحن تحدثنا مع كل الفعاليات الموجودة هنا، التحدي الأكبر هو تحدي المأوى والتعافي المبكر. يعني بدلا من الاستجابة الطارئة، استجابة مستدامة يعني على الأقل بالضبط، وهي التي تضمن كرامة الناس وحرياتهم. للأسف ما شاهدناه أن الطريقة الخاطئة في الاستجابة أدت إلى زيادة وانتشار المخيمات، إلى درجة دفعت البعض على سبيل المثال لتأسيس مخيمات فقط من أجل استقطاب المساعدات، وهذا أصعب ما يكون به. وهذا تحدث به برهان غليوم من عام 1907، أن تصنع شعب من اللاجئين، أن تصنع شعب من الخيام. عندما تصنع شعب من الخيام تحقق نبوة النظام في تدمير الإنسان السوري قبل تدمير الوطن بشكل أو بآخر. وغاية الثورة وغاية الناس هو غاية الناس الحرية والكرامة، وخرجت بهذا الإطار. نحن الآن السوريون يجب أن يكونوا متحدون فيما بينهم. هناك شعور وما يزال هو يرتبط بشكل أو بآخر ضمن الشعور العاطفي، ولكن يمكن استغلال هذا الشعور الوجداني وترجمته إلى رابطة سياسية حقيقية. دور الجاليات السورية ظهر ويجب أن يظهر بشكل أكبر، ليس يجب أن يكون من خلال الأزمات أو خلال المصائب الكبرى. المؤسسات السياسية للمعارضة الآن هي مدعوة بشكل أو بآخر لمراجعة ذاتية مع الناس ومع الشعب. الآن يجب أن تراجع، لأن بعد خيار الزلزال ليس بعده خيار. هي تحديات جمة للاستمرار بالطريقة الكلاسيكية في هذا في 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 مقاربة العمل السياسي لن يؤدي إلى النتيجة، وهو سوف يزيد الهوة بين هذه المؤسسات. الآن أيضا هنا قوى الأهم، يعني القوى العسكرية والفصائل يجب أن تعي بأن تسهل حياة الناس، أن تبتعد عن سلوكيات ساهمت بشكل أو بآخر باستثارة الحاضنة الشعبية. أن يجب أن هؤلاء هم جميعنا كمؤسسات إعلامية وسياسية يجب أن نكون في خدمة الشعب، ولا ليس فقط ليس أن أن نحاول أكثر ما أن نتصدى للانحرافات التي عانت منها الثورة السورية وما تزال. أعتقد أن الزلزال له آثار كارثية كبرى، ولكن آثاره الإيجابية ستكون أفضل لجهة أن السوريون أثبتوا من جديد بأنهم شعب قابل للحياة وحي ويريد المستقبل ولن يتراجع بشكل أو بآخر حتى ينال حريته. الدكتور حمزي المصطفى، المدير العام للتلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك.